ليه؟ أول مرة حد يعطيني وردة. كيف عرفت إن إحنا نحب الورد؟ يعني حسيت، عرفتي؟ كيوت. صباح الورد. صباح النور والسرور خالد. هذا ورد البارح وشل ما جبته، وهذا ورد اليوم. شكل راعي المشتل ما جاء اليوم. إيه. تحب الورد؟ أنا لعبت الورد. طيب أنت إيش تشجع؟ كورة؟ إيه. شجع الاتفاق، بس مو مرة، يعني ما أشوف مرة كورة. أنا الهلال زعيم. ما شاء الله. طيب إيش برجك؟ أتوقع إن العذراء. أنا أقول لك إيش، يعني أنت مرة كذا دقيق وتحب النظافة وكل شيء بمكانه، وبعد أنت مزاجي صح؟ لا أنا شو، أنا دقيق وكذا، أحب النظافة وما أدري وش، بس ماني مزاجي، يعني ترى جو، يعني جوي واضح مرة. يا بنت الحلال رجعي، أنت عاجبك وضعنا، كل واحد جالس غرفة في حاله. أنا حاولت أجيك 100 مرة مو قادر، مانعيني إني أشوفك، ما أبغى أكبر المشكلة الله يهديك. خلاص يا فيصل بقى، أنا هحاول أقنعه. تعال 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 يا اخو، تعال تعال تعال، خير ان شاء الله، شمعة وورد وعصير وفواكه، الاشياء هذه احنا ما طلبناها، ليش جايبها؟ ابو جميله بزعل منك ترى، هذا يعتبرها ضيافه مني انا شخصيه. يعني الشغل هذا كله بلاش؟ طبعا بلاش، يعني عندنا احنا، يعني انا تحديدا عندي طبيعه اننا احد اودعهم من فندق نروح ننزل لهم حفله وضيافه وكذا. طيب مشكور. احس انت تحبين الاستقلاليه صح؟ انا انسانه بديت من الصفر، عندي حلم كبير، أنا مخططة أن في يوم من الأيام صير عندي أكبر مطعم سوشي بالرياض. يعني أنت تبين الحين تصير تاجرة وكذا؟ إي، كن سيدة أعمال كبيرة، ولكن لازم تكونون خواتي معي. إن شاء الله. أنا ترى نفس الشيء، يعني أنا رجل أعمال، عندي محطة، بقالة، فندق، يعني حتى مشرك إخواني، يعني أحس إن نشبه بعض صح؟ لو فرضاً يعني كذا قررتي إنك أنت تتزوجين، يعني كم بالك المهر يعني اللي تبغينه؟ أنا أشتري رجال. الرجال هذه إن شاء الله أنها مضمونة، يعني هذه كذا على جنب، ما يحتاج، ما نقول فيها شيء إن شاء الله. بس لا أقصد مهر، يعني أنت تبغينه بلاش؟ لا طبعاً، سلامات، ليه بلاش؟